محتاجة يا صاحب الكورة تقييمك لأداء لعيب الزمالك في مباراة اليوم. الزمالك يصدم جماهيره بسوء الأداء قبل النتيجة، ولا زال الأمل موجود. بدأ الزمالك بأبو جبل وقدامه 4-2-3-1، محمود علاء وعبد الغني قلبين دفاع، على يمينهم حمدي النجاز، على شمالهم عبد الشافي، قدامهم طارق حامد وفرجاني ساسي على الدايره، قدامهم على اليمين عنتر، على الشمال عبد الله جمعه، اوباما في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد عمر السعيد. جينيراسيون فوت اعتمد على لعبه واحده بس طول الماتش، مركز عليها. لاحظوا هنا معايا، اللاعب هنا استلم في وسط الملعب وفضل ماشي بالكوره ومحدش بيضغط عليه. بصوا بقى هنا، ساسي وطارق حامد واقفين ازاي على خط واحد وفي مساحة كبيرة هنا في ظهرهم. طب ده كلام ده؟ المفروض ان طالما طارق طلع يقابل ساسي يكون هنا، بالتالي يقفل على المهاجم بتاع المنافس. ثانيا، وبما ان مفيش غير مهاجم واحد بس قدام، كان المفروض ان طالما وسط الملعب اتضرب يتقدم واحد من قلبين الدفاع عشان يقفل المساحة دي، لكن القرار المتأخر ضرب وسط دفاع الزمالك. وهنا اللعبة اللي بيعتمد عليها جينيراسيون فوت طول الماتش، وهي الكرات العميقة بين عبد الغني وعلاء. لاحظوا اسلوب المنافس في وضعية الدفاعية، دايما في لاعب بيتحرك بين قلبين الدفاع، ودايما لاعب بيقطع في منطقة التحضير في وسط ملعب الزمالك بحيث يعطل ساسي وطارق حامد. لاحظوا هنا مين سقط في وسط الملعب عشان يستلم الكرة، عبد الله جمعه، وطبعا معاه واحد، فبالتالي انت مش قادر تطلع بالهجمه بشكل سليم. هنا غلط كبير جدا من عبد الله جمعه، العب السهل يا عبد الله. وزي ما اتكلمنا في حلقات سابقه، اخطر وضعيه على اي فريق لحظه بناء الهجمه، محمود علاء فاتح الملعب وعبد الغالي نفس الكلام، ومحدش هنا سقط من وسط الملعب عشان يأمن الحتة دي. بالله عليكم، ينفع اتنين من لعيبة المنافس يبقوا واقفين في عمق الملعب فاضيين كده؟ أهم ميزة من مميزات الزمالك مع ميتشو وهي الكرات الثابتة. لاحظوا دايما واحد بيقطع على البعيدة، واحد على القريبة، وفي واحد في عمق الملعب مهمته انه يضايق تقدم حارس المرمى، وفي واحد تحتهم بيلم السكند بول، وده حل مهم قوي وبالذات في ماتشات افريقيا. مشكلة من مشاكل الزمالك ولازم تتحل، عدم التوازن الهجومي. يعني بأي حال من الأحوال ما ينفعش ان نعتمد على جبهة واحدة بس في الهجوم. لو فريق حافظك وقفلك ناحية النجاز انت هتتعب، وخصوصا في ماتشات افريقيا. وده اللي استغربته لما لقيت ميتشو بيعتمد على عبدالله كطرف يمين مع النجاز اللي عمره ما لعب معاه، وساب عبد الشافي اللي متعود يلعب دايما في جبهته. طبيعي الكيرف يقل بعد الحصول على بطولة، لكن الزمالك فريق كبير وقادر يلم نفسه تاني، وهدف في السنغال كفيل يطمن المصريين على ضمان الوصول لدور المجموعات. ولازم ناخد بالنا من اللي جاي، لأن اللي جاي أصعب بكتير.